يعطيكم العافية. بهذا الفيديو بدي أخلص شابتر 11 محاسبة 2 إن شاء الله. يعني إحنا هيك ماشيين كويس في المادة، بضل عنا شابتر 12 وشابتر 13. 12 كتير صغير، يعني بيخلص معنا ممكن بمحاضرتين أو ثلاث محاضرات بالكتير. شابتر 13 شوي بده وقت، بس يعني إن شاء الله إنه أمورنا تكون تمام من هون لنخلص الفصل. هلا اخر موضوع بضل عنا بتشابتر 11 بخص الريتيند ايرنينجز. المفروض احنا بنعرف بالريتيند ايرنينجز من قبل، وبنحكي عنها او حكينا عنها بمحاسبه 1 ريتيند ايرنينجز، وبنعرف انه في لها قائمه الريتيند ايرنينجز اللي هي كيف بنحضرها. اذا بتتذكروا كنا نعمل البيجينينج بالانس بواحد واحد للريتيند ايرنينجز بلس ايش اذا بتتذكروا النت إنكم أور ماينس النت لوس ناقص الكاش ديفيدنس. هلأ هنا بما أنه إحنا تعلمنا أنه في شير ديفيدنس، برضو رح نطرح الشير ديفيدنس. بطلع عنا الريتيند إيرنينجز بواحد وثلاثين اتناعش اللي هو آخر السنة، تمام؟ فهاي القائمة احنا اخذناها قبل، التعديل عليها شير ديفيدنس، وفي رح يتعدل عليها اشي هلا رح نشرحه بخصوص الريتيند ايرنينجز. كنا كمان نستخدم الريتيند ايرنينجز بالكلوزنج انتريز، اذا بنتذكر الكلوزنج انتريز كنا نغلق الربح او الخسارة فيه. لما كان يكون ربح اللي هو نت انكم كنا نعمل كلوزنج انتري بهذا الشكل، دبت نلغي الانكم سمري، حساب كنا نعمله لاغلاق الايرادات والمصاريف، وكريدت ازيد الريتيند ايرنينجز كونه عندي ربح. اذا كانت خساره نت لوس كنا نخفض الريتيند ايرنينجز، دبت ريتيند ايرنينجز لانه الخساره بتخفض الريتيند ايرنينجز، وكريدت الغي الانكم سمري اللي هو برضه بيعبر لي عن الخساره. فإذا الريتيند ايرنينجز كمان كنا نستخدمه بالكلوزنج انتريز. ما ننسى كمان انه الريتيند ايرنينجز هو اساس لتوزيعات الارباح. اذا انا ما عندي ريتيند ايرنينجز كويس ما بقدر اوزع كاش ديفيدنس او شير ديفيدنس. بس مرات في مشاكل بنواجهها بالريتيند ايرنينجز. هلا الريتيند ايرنينجز مش دائما بيكون متاح، في مرات عنا بصير اشي اسمه restricted. بالضبط restricted retained earning. restricted كيف لما نحكي اشي مقيد او محجوز، في حالات معينة مرات بتصير بضطر احجز مبلغ من retained earnings ممنوع اقرب عليه. يعني ممكن انا ماخد قرض وهذا القرض من لما اخدته للاحتياط حجزت على مبلغ من retained earnings. ممكن قوانين معينة بالبلد اللي أنا فيها، قانون الشركات بيحكي لي إنه في مبلغ معين من الريتيند إيرنينجز لازم تحجزه. مرات لأسباب تانية، يعني ممكن أنا أحجز من الريتيند إيرنينجز لمشاريع أنا مخطط لها بالفيوتشر، بدي أضمن إنه في عندي ضل ريتيند إيرنينجز كويس. فلما يكون في عنا ريستريكتد ريتيند إيرنينجز هذا ما بقدر أقرب عليه وما بقدر أعتبره إنه هو أساس لتوزيع الأرباح. نيجي منروح منطلع على اللي مش restricted، يعني ال non-restricted أو unrestricted اللي هو ما بيكون مقيد أو ما بيكون محدود. فلما يكون في عنا restricted retained earnings هذا ما بقدر أستفيد منه لا بتوزيعات الأرباح ولا بأي إشي تاني، هذا محجوز ومخصص لشغلات معينة بتكون بتخص الشركة. فإحنا منطلع على المبلغ اللي هو unrestricted، هذا اللي بدنا إياه ال unrestricted retained earnings. هذا بيكون حر، يعني ما في اشي مقيده او ما في عليه اشياء محجوزة. في عنا شغلة بنستخدمها برضو بالretained earnings اسمها prior period adjustment، تعديلات او تصليحات على فترات سابقة. prior period adjustment او adjustments prior period فترات سابقة، prior قديم أو راح، adjustments تعديلات. هلا هون عن إيش بنحكي؟
إذا بتتذكروا أخذنا بأكاونتينج 1 إنه أنا مرات ممكن أغلط بالقيود اليومية اللي أنا بسجلها، وكيف منظبطهم؟ منظبطهم عن طريق الكوركتينج أنتريز اللي هي القيود التصحيحية. هلأ مرات بكون أنا غلطت بشغلات بتخص النت إنكم، يعني ممكن أكون غلطانة بإيرادات أو مصاريف، إشي بخص النت إنكم أو بيأثر على النت إنكم، وما أنتبه على هذا الغلط وميزان المراجعة يطلع متساوي، وأعمل قوائم وأنشر القوائم وأسكر السنة وأبلش بسنة جديدة. لما بلشت بالسنة جديدة صار معي شغلة معينة أو المدققين بيّن معهم إنه أنا في غلط من السنة الماضية على أرباح تعون السنة الماضية أو على إيرادات السنة الماضية أو مصاريف السنة الماضية. هلأ كيف بدي أصلحها أو كيف بدي أصحح هذا الغلط؟ هلأ كونه الأرباح أو خسائر السنة الماضية اتسكرت وين؟ اتسكرت بالريتند إيرنينجز اللي هو الكلوزنج إنتري اللي هلأ عملناه، إنه أنا بسكر بالريتند إيرنينجز. معناته لما أجي أعمل الكوركتينج رح أعمل كوركتينج على الريتند إيرنينج، لأنه الريتند إيرنينج هو اللي زي ما حكينا صار فيه الربح أو الخسارة، فبصفي الكوركتينج على الريتند إيرنينج. إذا أنا غلطان بإشي بخص النت إنكم بس، يعني مش خطأ بخص حسابات تانية، حسابات تانية ممكن أعمل قيد تصحيحي عادي، بس إشي بخص الأرباح والخسائر كونه أنها بتكون تسكرت، يعني خلص closed وأنا بلشت سنة جديدة، وين سكرناها؟ سكرناها بالريتند إيرنينجز، لازم أعمل لها تعديل. لو حكينا فور إكزامبل، نشوف مثال حتى نعرف كيف قصدنا بالأخطاء تعون الفترات السابقة. خلينا نحكي X company discovers اكتشفت in 2017 that it understated يعني مخفض أو مقللة مبلغ معين depreciation expense، مخفضين مصروف الاحتلاك on equipment على معدات أو أجهزة معينة in 2016 for 300,000. يعني ناسين نسجل مصروف احتلاك بقيمة 300,000، هذا المقصود فيه understated مخفض، يعني في قيمة أقل من القيمة الفعلية، معناته في إشي ناسي أسجله، يعني أنا كأني مخفضة مصاريفي. هلا هم مكملين بالسؤال إنه نتيجة أخطاء حسابية، يعني مش كثير بهمنا، أهمنا كيف التصحيح، فممكن نتيجة أخطاء حسابية صار عندي هذا الخطأ. هلا إيش ال correcting entry اللي هو برضو بنحكي عنه prior period adjustment؟ طبعا ننتبه هون انه الشركة اكتشفت ب 2017 هذا الخطأ، يعني 2016 تسكرت، غلطانين بديبريشيشن اكسبنس. طب قبل ما انا اصحح الخطأ نعرف شو اثر هذا الغلط على النت انكم. احنا حكينا بس الاخطاء اللي بتخص النت انكم، لما انا اخفض مصاريفي تبعت السنة الماضية معناته انا ارباحي زادت السنة الماضية، يعني أنا هذا الشهر نزلت مصاريفي أرباحي بدها تزيد. إذا أنا منزلة مصاريفي بالخطأ معناته أرباحي زادت بالخطأ برضو، فلما أنا أعمل understated لإكسبنس معناته رح يصير في overstated أو overstatement للإنكم، وهذا برضو خطأ، فأنا لازم أخفض الإنكم بهاي القيمة والمصروف، أضبط المصروف وأضبط الإنكم. هلأ هذا الانكم وين صار؟ هذا الانكم صار مغلق تبع 2016 بالريتند ايرنينجز، فاحنا نيجي شو بنعمل؟ بنخفض هاي القيمة من الريتند ايرنينجز لأنه الانكم صار جوا الريتند ايرنينجز، فرح نيجي نحكي دبت ريتند ايرنينجز. ليش؟ حتى أنزل أرباحي اللي هي زادت السنة الماضية بالخطأ. طبعا ليه زادت بالخطأ؟ لأني أنا كاينة بالخطأ منزلة مصاريفي، فأنا هون شو عملت؟ خفضت الريتند إيرنينجز. هلأ بالكريدت بما أني ناسي أسجل هاي 300,000 والمصروف تبع الديبريشيشن إكسبنس صار أوريدي مسكر، رح نسجله على الأكيوميليتد ديبريشيشن.
accumulated depreciation للإكويبمنت، لأنه هذا حساب دائم، هذا لا يغلق، هذا أغلقناه وسكرناه اللي هو depreciation expense، ما بقدر أرجع أعدل عليه، والإنكم أغلقناه وصار بالريتند إيرنينجز، يعني هاد وهاد صاروا بالريتند إيرنينج. أنا ضبطت الريتند إيرنينجز إني أنا خفضت منه القيمة اللي كانت زايدة على الأرباح، والمبلغ اللي أنا ناسي أسجله بالاحتلاك هي سجلناه هون بالaccumulated depreciation، فبكون هيك ضبطت الخطأ بقيمة 300 ألف. هذا هو الـ prior period adjustment. لو كان العكس، لو كنت أنا زايدة مصروفي تبع السنة الماضية، يعني overstated، إذا أنا زايدة مصاريفي معناته أرباحي رح تكون أقل، فشو رح نعمل؟ رح نعكس هذا القيد، رح أزيد أرباحي، أزيد على retained earnings كون الأرباح أغلقت بretained earnings، وأخفض من accumulated depreciation القيمة اللي أنا مسجلتها زيادة. هذا بس اللي بدنا نعرفه على الـ prior period adjustments. طبعا هاي التصحيحات اللي هي هاي retained earnings لما أنا خفضتها بـ 300، هاي بتطلع بقائمة retained earnings، يعني لما نيجي نعمل الـ statement تاعت retained earnings رح نعمل الـ balance اللي هو الـ beginning بـ 1-1 plus net income أو ناقص net loss، صح؟ زي ما عملناها هلأ or هلأ هون كونه أنا طارحة retained earnings فرح تكون ناقص correction for، يعني مش ضروري إحنا نكتب الاسم كامل بس عشان يكون واضح أو يكون صح، correction for over statement of net income in prior period. Sorry, prior period بقيمة 300 ألف، طبعاً بتكون بالسالب لأنه بدي أطرحها. وبكمل ناقص الديفيدنس بطلع عندي retained earnings ب31.12. إيش هاي مقصود فيها؟ إنه طرحنا من هذا البالانس التصحيح للoverstatement of net income، يعني تصحيح المبالغ اللي أنا زدتها على net income السنة الماضية. لأنه إحنا حكينا نتيجة أني أنا خفضت مصاريفي النت إنكم زاد، فهذا الأوفر ستيتمنت اللي هو خطأ التضخيم تبع النت إنكم أنا صلحته بأني أنا طرحت من الريتيند إيرنينجز 300 ألف، فهاي بتطلع معنا بقائمة الريتيند إيرنينجز ستيتمنت. إذا كانت موجبة منجمعها، يعني لو كان القيد بالعكس كريدت ريتيند إيرنينجز رح تكون هاي بلس الكوركشن. هلأ آخر إشي على retained earnings، طبعاً بيضل إحنا في اللي عنا نسبة هلأ بنحكي عنها، بس آخر إشي نعرفه على retained earnings. هلأ إحنا بنعرف إنه retained earnings إنه أنا بزيد net income بيضل عندي، يعني بزيد retained earnings. هلأ مرات الشركة بتضلها تخسر خسائر متراكمة خسائر متراكمة، بصير retained earnings بالماينس. لما يصير retained earnings بالماينس يعني البالانس تبعه سالب، يعني هون هاد بيطلع عندي بالسالب، نحكي عنه deficit. deficit إيش يعني؟ عجز. deficit يعني عجز. فلما نحكي في عنا deficit بالretained earnings إيش معنى هذا الحكي؟ يعني في عندي عجز بالretained earnings، معناته الretained earnings بالماينس. طبعا أكيد إشي سيء إنه يكون الretained earnings بالماينس، بيأثر على كل شيء، بيأثر على توزيعات الأرباح، بيأثر على استثمارات الشركة، يعني كتير شغلات بتعتمد على retained earnings. فديفست أو deficit retained earnings معناته في عنا عجز بالretained earnings. هلأ آخر إشي في عنا نسبة بهذا التشابتر نحفظها، إلها علاقة بالأسهم العادية، اسمها return on ordinary share holders equity، العائد على حملة الأسهم العادية. هون عم نخص الordinary shareholders بس اللي معهم أسهم عادية، بنختصرها ROE. طبعا هي من النسب اللي بتبين لي أرباح، يعني وضع الشركة كربحية، يعني هل وضع الشركة كأرباح وبالأمور المالية كويس أو لا. مرات بنشوف الريتيرن اون إكويتي،
فهي قديش العائد أو الأرباح على الأسهم العادية أو حقوق المساهمين العادية. هلأ كيف بنحسبها؟ تساوي النت إنكم الدخل، بس بطرح منه النت إنكم ناقص البريفرنس ديفيدنس، توزيعات الأسهم الممتازة. ليش؟ لأنه هاي النسبة بتخص الأسهم العادية، أي إشي بتعلق بالأسهم الممتازة بدي أودي. والنت إنكم رح أخده من قائمة الدخل، وبقيم منه البريفرنس ديفيدنس اللي هي اتعلمنا كيف نحسبها قبل. كنا ناخد قدي عدد الأسهم الممتازة نضربها بالنسبة تبع توزيع السهم. فإذا الربح ناقص توزيعات الأسهم الممتازة على قسمة الأفرج ordinary shareholder equity. الـ average equity أو الـ average ordinary shareholders equity اللي هي زي أي average أخذناه قبل، الـ beginning plus الـ ending على 2 هي الـ average equity. الـ total equity اللي هو كان يطلع عنه بقائمة الميزانية. فإذن الـ return on equity، مرات بدل ما نحكي return on ordinary shareholders equity بنحكي return on equity، تساوي net income ناقص الـ preference dividends على الـ average equity. الـ average equity اللي هي الـ equity بالسنة الماضية زائد الـ equity الجديدة على 2، تطلع معنا percentage. يعني مثلا ممكن تطلع 20%. أوكي، فهاي بتدللنا على قديش العائد على حقوق المالكين أو حقوق حملة الأسهم العادية. هيك بنكون إحنا خلصنا تشابتر 11 كامل، يعني إن شاء الله إنه ما بنكون سينا منه إشي. المرة الجاي إن شاء الله منبلش بتشابتر 12، نركز على تشابتر 11، فيه كتير مواضيع، كتير أنواع أسهم، طويل هو التشابتر شوي، قصة الديفيدنس الكاش والشير ما نتخربش بينهم. فإذا في أي أسئلة يعني اسألونا بأي وقت على الفيسبوك أو على الإي ليرنينج. يلا يعطيكم العافية.